العامل الجغرافي. الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث وحاول أن يبرهن عليها هي أن الحروب الصليبية أسهمت في انحسار التشيع في جنوب وشرق المتوسط خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وأن الحروب الصليبية أيضا ساعدت على أعانة الإحياء السني، ما يسمى في دراسات الحروب الصليبية السني ريفايفل، الذي بدأ من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر. أعانت الحروب الصليبية الإحياء السني على التجسد والازدهار بصورة أسرع، كما أعانت على ظاهرة تتريك الإسلام، ما سميته في الرسالة تركيفيكيشن أوف إسلام، يعني الهيمنة التركية على العالم الإسلامي عسكريا وسياسيا. وهي هيمنة بدأت من عام 1055 مع أول سلطان سلجوقي في بغداد، ولم تنتهي إلا عام 1909 مع نهاية آخر سلطان عثماني عبد الحميد الثاني.